السلام عليكم متابعينا الأعزاء، ونكمل حلقات السيطرة على أبار الحفر الويل كنترول كورسز. وحلقتنا اليوم بعنوان تريب تانك، خزان الرحلة. طبعا هذا المفهوم سمعناه هواي بالحلقات السابقة، خلنا نتعرف عليه اليوم. التريب تانك هو خزان معدني صغير الحجم، سعته تقريبا من 20 إلى 40 برميل، وبتقسيمات من الداخل تقريبا لكل واحد برل. كاستخدام يستخدم لمراقبة البئر خلال عمليات السحب والتنزيل. طبعا الموقع موقعه أسفل الرج فلور، ونقدر نقول بجانب الشيل شيكر. يستخدم التريب تانك لمراقبة البئر في الحالات الآتية: 1- trip out of the hole، نرمز لها TOOH أو pull out of the hole. يستخدم التريب تانك لمراقبة حجم الطين اللي تم ضخه داخل تجويف البئر حتى يعوض لحجم الحديد المزال من البئر. يعني حجم الطين يجب أن يساوي حجم الحديد لأي نوع من أنواع الأنابيب المسحوبة. النقطة الثانية trip in hole TIH أو run in hole. طبعا تنزيل السترنج بكل أجزائه. التريب تانك هنا عندي يستخدم لمراقبة حجم الطين الراجع، وحجم الطين الراجع إلى داخل التريب تانك يجب أن يساوي حجم إزاحة السترنج بالكامل. لذلك مراقبة الحجوم بالتريب تانك تعطي مؤشر عن أي مشكلة تحدث في داخل البئر من فقدان أو جريان عندي أثناء السحب. إذا حجم الطين المأخوذ بالتريب تانك لملء الهول أقل من الحجم المتوقع من حجم السترينج، هذا معناه دخل عدي انفلكس للبئر. يعني كمثال للإيضاح، إذا احتاج 2 برل وضخيت 1 برل وامتلئ البئر، معناها إجاني برميل واحد من التكوين، واضح؟ أما إذا احتاج 2 برل وضخيت 4 برل، أنا أقصد ضخيت من التريب تانك إلى أن امتلأ البئر، أنا احتاج 2 برل وضخيت 4 برل إلى أن امتلأ البئر، معناها حدث عندي فقدان بمقدار 2 برلز. وطبعا لا ننسى النسبة الأكثر لحدوث الجريان تحدث أثناء التريب، يعني أثناء السحب أو التنزيل، تقريبا 75% من أسباب الرفسة أثناء التريب. وعندنا التريب شيت كالكوليشنز، وهذا الشيء لازم يحضر الحفار قبل السحب والتنزيل حتى يتجنب أي مشكلة تحدث بصورة آنية، حتى يكون التشخيص دقيق. ثالثا عندنا الفلو تشيك، فحص الجريان. ويستخدم التريب تانك لهذا الغرض بعد اطفاء المضخات، ونراقب البئر ونشوف وضعية البئر مستقر او غير مستقر، واضح؟ هسه نجي اهمية التريب تانك، importance of trip tank. طبعا التريب تانك يوفر هيدروستاتيك برشر كافي حتى يمنع حدوث الجريان من التكوين. لذلك مثل ما عرفنا سابقا، لما اسحب ينخفض الهيدروستاتيك برشر، يصير عندي ريدكشن بالبتم هول برشر. لذلك حجم الطين يعوض حجم الحديد المسحوب منين؟ من داخل البئر، لانه حدوث نقصان اكبر بالهيدروستاتيك برشر يؤدي الى حدوث جريان. وهنا يبرز دور التريب تانك لملء البئر حتى يحافظ لي على الهيدروستاتيك برشر. طبعا خلال السحب التريب تانك فيه مضخة تدور الطين داخل الانيولاس عن طريق البول نوبل حتى احافظ على البئر مملوء خلال الرحلة. لذلك كل واحد استانس سحبه فان حجم الطين بالبئر سوف ينخفض، لذلك التريب تانك يعوض طين بمقدار الستان الواحد المسحوب. يعني اسحب 1 ستان لازم اعوض بما يكافي حجم الون ستان، واضح؟ ها
هسه عندنا فيجر نمبر 1 عنده تريب تانك، وهاي التدريجات اللي تشوفوها اللي بداخل تريب تانك، وعندي مؤشر تريب انديكيتر، وطبعا عندي مضخه، وعندي خطين، خط لملء الانيولاس واضح عن طريق البول نوبل، وخط ريتير لاين اللي خط العوده او خط الرجوع الى داخل التريب تانك. هسه عندي سؤال، احنا ليش نستخدم التريب تانك؟ ليش ما نستخدم التانكيات الموجوده في سيستم الطين؟ الجواب لانه سعته صغيره، ولذلك يتحسس اي زياده او نقصان، وبذلك يكون تشخيص المشكله عندي شنو اسرع وادق. هسه عندي فيجر نمبر 2 مثل ما تشوفوا هنا بالصوره، ايضا اثناء السحب وجاي اعمل راك للدرل بايب واضح، وعندي هنا أنا تريب تانك وبي مضخه، وقلنا عندنا خطين، خط ملئ عن طريق الانيولاس عن طريق البول نوبل، وخط عوده ريتير لاين المل الى داخل التريب تانك. هذا الشيء يتم، طبعا الضخ يتم عن طريق البامب اللي موجوده وين بالتريب تانك، قال احنا ما اريد ندخل في تفاصيل التريب تانك، بس اريد نعرف مبدا عمله والغايه من استخدامه ويمتى يستخدم. عندي سؤال، يمتى يستخدم التريب تانك؟ الجواب واضح من خلال الاسم، اثناء التريب، اثناء السحب او التنزيل. هاي الصورة كذلك تبين التريب تانك والمضخة الموجودة عندي مثل ما تشوفوها هنا. والتريب تانك يحتاج الى حسابات، وقلنا تريب شيت كالكوليشنز، حتى تكون عندي دقة ومعرفة وتشخيص آني لأي مشكلة تحدث عندي. ولذلك قبل السحب أو التنزيل الحفار لازم يحضر تريب شيت كالكوليشنز. وهسه ناخذ لنا سؤال على التريب شيت كالكوليشنز، وهذا السؤال من أسئلة الـ IWCF. هسه نقرأ السؤال. Using the trip sheet below, what action should the supervisor take? Note, the pipe will be pulled dry. The drill pipe capacity equal 0.0177 barrel على foot. Drill pipe displacement equal 0.0069 barrel على foot. عند هنا stand support، وعند العمود الثاني length pulled بالفيت، وعند العمود الثالث total length بالفيت، وعند العمود الرابع calculated displacement بالبرل، وعند العمود الخامس trip tank volume بالبرل. وعندي 4 options. option A stop tripping flow check the well if flow is confirmed run back to bottom. والoption B stop tripping flow check the well if there is no flow circulate the well. والoption C stop tripping flow check the well if there is no flow run back to bottom. والoption الاخير option D stop tripping flow check well if there is no flow continue to pull out of the hole. هسه نجي نترجم السؤال. يقول باستخدام التريب شيت في الاسفل، هاي الداتا اللي عندي، يقول شنو الاجراء لازم السوبرفايزر يتخذه؟ ومنطيني معلومه سحب الانابيب بحاله دراي واضح، وعرفنا شنو الدراي بالحلقات السابقه، وعندي الدرل بايب كاباسيتي معلومه، وعندي الدرل بايب ديسبليسمنت معلومه، وعندي العمود الاول ستاند سبولت الستانات المسحوبه هنا من 1 إلى 5، ومن 6 إلى 10، ومن هنا من 11 إلى 20، وهنا من 21 إلى 30، وهنا من 31 إلى 40. هنا عندي length bolt الطول بالقدم، يعني 5 ستانات طولهم هالقد، و5 ستانات إضافية، و10 إضافية إلى أن يصل إلى 40 ستان. وعندي العمود الثالث total length، طبعا الطول التراكمي، يعني 5 ستانات طولهم هالقد، والعشر ستانات طولهم
926 والعشرين 1856 قدم والثلاثين ستان طولهم 2784 قدم. وطبعا العمود الرابع عندي مقدار الإزاحة المحسوبة بالبرميل يعني إزاحة المعدن وتمثل مقدار حجم الطين اللي لازم نعوضه. عند العمود الخامس تريبتانك بالبرل يعني الكمية الطين الموجودة في داخل التريبتانك. هسه نجي الصف الأول اللي هو الستاند بولت ساحب لي 5 ستانات وطولهم يساوي 462 قدم والطول التراكمي كذلك 462 قدم نفسه. مقدار الإزاحة هنا أنا عندي وهذا شلون نحصل عليه من خلال المتل ديسبليسمنت في الطول يعني عندي 0.0069 في 462 قدم ويساوي 3.2 برل. واضح؟ طبعا طبقنا هاي لان عندنا السحب بحالة درايف. حجم التريب تانك 15 هاي قبل السحب ماينس 3.2 ويساوي 11.8 اذا موكش عندي. نجي للصف الثاني ساحب من 6 إلى 10 يعني ساحب 5 ستانات وطولهم 464 قدم والطول التراكمي الكلي يجد عندي 926. طبعا مقدار الإزاحة هنا عندي بنفس الطريقة السابقة ساوينا 3.2 وهذا حصلنا عليه من درول بايب ديسبليسمنت في 464 ويساوينا 3.2 برل. هسه نجي نشيك التريب تانك اللي هو عن طريقه نقدر نشخص المشكله 11.8 ماينس 3.2 اذن اكزاكت اذن ما عنده مشكله. اذن مقدار حجم الحديد اللي سحبته يساوي حجم الطين اللي ضخيته من داخل التريب تانك اذن ما عنده مشكله. هنا انا بالصف الثالث سحب لي 10 ستانات من 11 الى 20 طبعا طولهم 930 قدم والطول التراكمي الكلي المسحوب من البئر 1856 قدم. هسه نجي نشيك مقدار حجم الطين اللي لازم اعوضه ويساوينا المتل ديسبليسمنت 0.0069 برل على فوت في الطول عندي شقد في 930 بالفيت ويساوينا 6.4. اجي اشيك التريب تانك عندي 8.6 ماينس 6.4 إكوال 2.2 إذن ويساوي 2.2. أنا إيش لقيت عندي بالتريب تانك؟ لقيت 3 بارلز إذن عندي زيادة بمقدار 0.8 بارل. بما أنه عندي زيادة إذن إجاني فيد من الطبقة بمقدار 0.8 بارل. عندي 4 أوبشنات A B C D كل الأوبشنات بالبداية stop tripping stop tripping stop tripping stop tripping. إذن نجي البعدة flow check the wheel flow check the wheel flow check the wheel flow check the wheel. إذن نفس الشيء. هسا نجي البعدة if flow is confirmed run back to bottom يعني إذا عندي حالة مؤكدة عندي فلو بعد ما عملت فلو تشيك انزل للقاع. لا هذا الخيار مو صحيح. الخيار بعد ما اتاكد عندي فلو اسوي شت ان ذا ويل. واضح؟ اذا هذا نستبعده. اجي بعده بعد ما عملت تشيك وما لقيت فلو اسوي تدوير. لا هذا الاوبشن مو صحيح. بس اقول لكم ليش. هسه الخيار اللي بعده الاوبشن سي بعد ما عملت فلو تشيك اذا ماكو فلو انزل الى القاع واعمل تدوير. وهاي سياسة الـ IWCF اي شك عندي نعمل فلو تشيك وننزل للقاع وندور. اذا هاي ملاحظة نثبتها يمنا مو تنسى لانه عنده مقدار زيادة 0.8 وهاي علامة تحذيرية. وطبعا الغرض من النزول للقاع والتدوير حتى اسوي ماكزمايز للبرشر حتى اصل الضغط على قاع البير
واضح؟ إذا لما يجينا السؤال عندي شيك وعملت فلوت شيك وما لقيت شي عندي، وضعية البير مستقرة، إذا لازم أنزل للقاع وأعمل تدوير. واضح؟ وحتى وإن كانت الفلوت شيك نيجاتيف، يعني ماكو عندي فلو، لازم ننزل القاع ونسوي تدوير. إذن الأوبشن الأخير نقول إذا ماكو فلو نستمر سحب، لا أثبتنا ملاحظة يمنع نوقف التريب ونعمل فلوت شيك، وإذا عد الحالة نيجاتيف يعني ماكو فلو لازم أنزل للقاع وأسوي تدوير حتى أسوي ماكسمايز للبرشر، لأنه أنا إجاني فيد بمقدار شقد 0.8 بارل. إذن الأوبشن الصحيح هو الأوبشن سي. كتكملة للسؤال خلينا نشوف بقية الداتا. أصبح عندي حجم التريب تانك 3 بارلز، وهنا أضاف 15 بارل للتريب تانك، إذن أصبح الحجم الكلي قد عندي 18. هنا سحب 10 ستانات اللي هي من 21 إلى 30، وكان طولهم 928، الطول التراكم الكلي المسحوب من البر 2784، وعندي الحجم اللي لازم أعوضه، وعرفنا شلون نستخرجه من المتل ديسبليسمنت للبايب في 928 ويساوينا 6.4. إذن 18 ناقص 6.4 ويساوينا 11.6. إذن شنو؟ لا عندي لا زيادة ولا نقصان، إذن وضعية البئر مستقرة. وأكمل، سحب 10 ستانات طولهم 927 قدم، الطول التراكم الكلي المسحوب من البئر شقد؟ 3711، ومقدار حجم الطين اللي لازم أعوضه شقد؟ 6.4 بنفس الطريقة اللي عرفناها. إذن 11.6 ماينص 6.4 ويساوينا 5.2، إذن وضعية البئر مستقرة، وعرفنا الأوبشن الصحيح هو الأوبشن سي. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة إن شاء الله.